مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. الف مبروك لكل طلبه اولى صيدله فورم دي، تاني دفعه فورم دي. انا اسمي عمر دياب، اظن انتوا معظمكم خلاص عارفني. انا خريج 2020 بتقدير جيد جدا مع معرفه الشرف. انا بقالي 4 سنين الحمد لله بدي كورسز فارماكولوجي وبوتاني. الدفعه الاكبر منكم كلهم اولادي. ان شاء الله هكون معاكم الترم دوت في الميديسينال بلانتس، والترم اللي بعده في الفارماكولوجي 1، والترم اللي بعده في الفارماكولوجي 2، وهكذا نبقى نشوف بقى بعدين هنكمل ازاي. انا مبسوط ان انا معاكم، والف الف مبروك ليكم كلكم، ومبروك لصيدله شويه طلاب زي الفل زيكم كده. انا عايز ابدا معاكم النهارده اول ليكتشر كنا خدناها في الكليه، ان شاء الله اخدها في اقل وقت ممكن عشان حضرتك تسمعها وتبقى مبسوط بيها وتعرف ان انت مش بتدرس اي حاجه، انت بتدرس اهم ماده يعتبر في صيدله. احنا مادتنا اسمها ماده البلانتس، او زي ما بنقول عليها ميديسينال بلانتس. ميديسينال بلانتس يعني النباتات الطبيه، والنباتات الطبيه دي هي ماده باخدها من اول سنه بخشها الكليه لحد اخر سنه بخشها الكليه باختلاف فروعها. عندنا في اول ترم اسمها الميديسينال بلانتس. الفكره كلها في الموضوع، انا عايزك تكون متخيل معايا ان انا باخد النبته من الارض، الاول بزرعها طبعا وبلمها وبجففها والكلام ده كله، وبعدها اخد النبته. النبته دي بعد كده هتبقى مصدر اخد منه ماده فعاله معينه، الماده الفعاله المعينه دي هاخدها احطها في دواء يعالج الانسان. هنعرف ان تقريبا 90 او 99% من النبات الادويه اللي موجوده في الصيدليه هي اصلها اصل نباتي. فتعالوا كده ناخد شويه اكزامبلز وناخد نتكلم عن المحاضره الاولى عندنا. عايزك تكون مبسوط ومفرفش كده وانت بتتفرج على المحاضره. ان شاء الله في وسط المحاضره هتلاقيك طول الترم بحط لك اكزامبلز من الصيدليه. ليه؟ عشان انا كنت مكانك في يوم من الايام وما حدش اداني النولج ديت لحد اما اتخرجت ونزلت الصيدليه، ويمكن قبل كده ما قبل ما اتخرج كمان لما نزلت الصيدليه كنت تايه اكتر. فانا عايزك تعرف ان اولا مادتنا مهمه، وان 90% ان ما كانش 99% من الادويه اللي موجوده في الصيدليه وهتشوفها قدام عينك جايه من اصل نباتي، سواء خدنا النبات دوت وجبنا منه الماده الفعاله، او خدنا النبات جبنا منه الماده الفعاله وعدلنا فيها حاجه بسيطه عشان تبقى مناسبه للانسان. تاني حاجه عشان لما تنزل الصيدليه تبقى شايف قدامك ان لا والله انا درست الكلام ده في الميديسينال بلانس، درست الكلام ده في الفارماكولوجي، درست الكلام دوت. ان شاء الله ان شاء الله يعني لما تنزل صيدليه حتى لو من اول ترم هتدعيلي. يلا بينا نبدا ونتكلم مع بعض شويه عن حاجه اسمها الميديسينال بلانتس، النباتات الطبيه. احنا قسمنا اسم قسم الفارما كوجنزي. يعني ايه فارما كوجنزي؟ هي بتنقسم لكلمتين، فارما وكوجنزي، كل واحده ليها اصل لاتيني. كلمه فارما اصلها لاتيني حاجه اسمها فارما كون، وفارما كون يعني دراج. وكوجنزي هي كلمة أصلها اللاتيني حاجة اسمها جيج نوسكو، وجيج نوسكو يعني نولج، المعرفة. فهي it is the knowledge of drugs. وعشان نقول لك إن إحنا الصيادلة هم أكتر ناس عارفين الدواء، مش الدكاترة البشري، مش دكاترة الأسنان، مش أي نوع من أنواع الدكاترة في العالم، هم بس الإيه؟ الصيادلة هم أكتر ناس عارفين حاجات بالدواء. طيب انا عندي الدواء ده ممكن ادرسه بمراحل كتير. الدراج دوت ممكن ادرسه وهو كنبات في الارض لسه خام، ممكن ادرسه وهو اتصنع تابلت، ممكن ادرسه بعد ما البني ادم بياخده، ممكن ادرسه في اي مرحله وهو جسم الانسان. انا بقى في الفارماكولوجي او في الميديسينال بلانتس بهتم باي مرحله من الدراجز ديت، بهتم بمرحله الكرود دراج. طب يعني ايه كلمه بقى كرود دراج؟ يعني دواء خام. يعني ايه خام؟ يعني ما حصلش فيه اي حاجه غير ان انا زرعته لميته وجففته فقط. يعني بدرسه كشكل نبات. ده هو ايه؟ ده هو الكرود دراج. يبقى كلمه كرود اصلا يعني خام، دراج دواء، فهو الدواء في حالته الخام. الكرود دراجز ديت، الكرود دراجز ممكن تيجي منين؟ ممكن تبقى ايه اصلا؟ ممكن اول حاجه تبقى بلانت. زي مثلا
الادويه اللي هندرسها في خلال السنتين الجايين كلها لحد ما تخرج من صيدله دي كلها ادويه جايه من بلانت اوريجن. وهديك كمان شويه امثله. حاجه كمان ممكن تكون من انيمال اوريجن، اصلها انيمال. يعني ايه دواء خدته اصله انيمال؟ يعني مثلا حضرتك وانت بتغسل سنانك مع معجون السنان، حضرتك وانت بتشرب ال 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 عصير الفراوله اللي لونه احمر، معجون السنان الحته الحمراء اللي فيه، دي عباره عن ايه؟ عباره عن، مش عايزك تتضايق، هي عباره عن حشره، الحشره دي اسمها كوشينيل، الكوشينيل دي نمسكها نافع عصها ونجففها وناخد اللون اللي طالع منها عشان هي اوريدي لونها احمر وبنستخدمه في الصناعات الدوائيه زي دي. طب هل دوت في اي اثر سام؟ لا خالص، ولا سام ولا ضار ولا اي حاجه، بس هي اصلها ايه؟ كرود دراج اوف انيمال اوريجن. طيب حاجه كمان اوف مينرال اوريجن، يعني ايه مينرال؟ يعني ارضي. يعني ايه؟ حاجه شبه المحار. الستات الكبيره لما بتعدي ال 50 سنه والمنستويشن بتقف، الدوره الشهريه بتقف، تلاقي الست بقت عمها وجعها اكتر، تلاقي الست مثلا كان طولها طول حياتها 160 او لما عدت ال 50 بقت 55 او اي حاجه كده، تلاقيها نزلت ل 158 156. طب ال 4 سم دول ايه؟ طاروا في الهواء مثلا؟ لا، الست عظمها بالبون دنستي كثافته بتقل. بسبب ايه؟ بسبب ان الكالسيوم فيه بقى اقل. بسبب ايه؟ بسبب قله الهرمونات الانثويه زي الاستروجين والبروجستيرون بعد انقطاع الطمث، بعد المينوبوز. طيب الستات دي لازم تعوض الكالسيوم ده، فبيجيبوا ايه؟ قال لك الصيادله ما فاتهمش حاجه شبه ده، قاموا واخدين المحار طحنينه وعاملينه في هيئه باودر، وجبنا الباودر ده كبسناه، والكبس ده طلع لي قرص. القرص ده هتلاقيه في الصيدليه لونه مثلا ابيض على بيج شويه وطعمه وحش قوي، البنات كلها تقريبا حتى وهم صغيرين بياخدوه كسبلمنت كالسيوم. يبقى المحار دوت باخد منه ايه؟ باخد منه الكالسيوم. فالكالسيوم ده يا شباب اوف مينرال اوريجن، اصل ارضي. يبقى الكرود دراج ده ممكن يبقى من بلانت اوريجن، من انيمال اوريجن، من مينرال اوريجن. جميل. طب هو الكرود دراج ده اصلا جاي منين؟ جاي من حاجه اسمها النيتشر، الطبيعه. والكرود دراج دوت عمره ما ينتهي من الطبيعه. جميل. طب هو النيتشر دي بيقول لك بتاكت از ايه؟ بتشتغل از ايه؟ بتشتغل از حاجه اسمها ميديسن كابينت، يعني كابينه دواء. في بيت كل واحد فينا في كده درج مليان ادويه، اهو ده اللي بروح له لما ايه؟ لما بتعب. فالانسان لما بيكتشف مرض جديد بيروح على طول لمين؟ تيجي لمين يا انسان؟ تيجي للطبيعه. تعالي يا طبيعه بقى، هاتي لي ايه؟ هاتي لي نباتات، هاتي لي مينرال، هاتي لي انيمال، في ماده فعاله جديده هكتشفها. الانسان ده يقوم واخدها محور فيها او منزلها زي ما هي في هيئه دواء يعالج المرض ده. فاكيد فبنلاقي النيتشر بتاكت از ميديسن كابينت، كابينه دواء الانسان يقدر ياخد منها في اي وقت من الاوقات دواء جديد او ماده فعاله جديده يصنعها في هيئه دواء جديد. جميل جدا. طب يعني ايه بقى كلمه ميديسينال بلانت؟ الميديسينال بلانت ده دواء من اصل نباتي. طب عشان اي نبات اقدر اقول عليه نبات علاجي، ميديسينال بلانت، لازم يبقى فيه شويه صفات كده معينه حابب ان انا ايه اوضحها اكتر عشان ما يبقاش مثلا على الطماطم مثلا. هل الطماطم بنعمل منها ايه؟ شباب عادي بنعمل منها سلطه عادي جدا، انما الطماطم اصلا ليها تاثير علاجي، وعلى فكره ليها تاثير علاجي بس مش مهم. المهم ان انا اقدر اقول عليها علاجيه؟ لا. فايه بقى الادويه او النباتات اللي اقدر اقول عليها ميديسينال بلانتس؟ قال لك النباتات دي لازم يكون ليها صفات معينه. نبدا اول صفه الا وهي ان يكون النبات ده بنقول عليه فايتو فارماسيوتيكال. يعني ايه كلمه فايتو فارماسيوتيكال؟ ودي كلمه مهمة جدا جدا بتيجي كل سنة في الامتحان. يعني ايه كلمة فايتو؟ فايتو يعني نباتي. فارما يعني علاجي. سيوتيكال يعني صيدلي. يبقى هو دواء نباتي أو دواء صيدلي من أصل نباتي. بيعمل إيه؟ بيعمل حاجة من ثلاثة. أول حاجة بيبريفنت أو بيكيور أو بيقلل ليسن السيمتومز.
يعني ايه؟ يعني مثلا بريفنت ديت معناها ايه؟ يعني انا مثلا واحد بخاف يجي لي دور برد فباخد ايه؟ باخد نبته او عشبه اسمها عشبه الاخنيسي بالانجلش اسمها ايكاينيسي او اخنيسي عادي مفيش مشاكل. النبته ديت بتزود المناعه، طب لما تزود المناعه تمنع حدوث اي مرض انه يجي بعد كده. يبقى اول حاجه ممكن يبريفنت بيمنع حدوث المرض، تاني حاجه بيكيور، يعني ايه بيكيور؟ يعني انا جاي خلاص انا تعبت خلاص. ببدأ اخد بقى حاجه تعالج المرض دوت، يعني مثلا بطني وجعاني، اهو ده تعب. اخد مثلا ايه كنبات طبيعي يعالج لي الوجع البطن ده، نبات شبه مثلا ايه؟ اني اغلي شويه نعناع. عندي كحه، اغلي شويه اوراق لبلاب على اوراق مثلا جوافه. دي كلها حاجات بتعالج، ما انا اوريدي تعبان من حاجه، او اخر حاجه بتقلل السيمتومز. يعني ايه؟ يعني مثلا حضرتك في السوق هتلاقي حاجه اسمها كوميتريكس، كونجستال، بنادول كولدن فلور اخضر، بص عليهم كده هتلاقي فيهم ماده اسمها السولو افادرين او الافادرين. الافادرين دوت باخده من نبته اسمها الافيدرا. الافيدرا دي نبته طبيعيه، باخد منها ماده فعاله احطها في النبات المعين علشان يقلل حدوث او الاحساس بالرشح وتعب البرد والكلام ده كله. اللي بناخده فين؟ بناخده في الكوميتريكس، بناخده في الكونجستال، بناخده في البنادول كولدن فلو وهكذا. يبقى هو ممكن يعمل حاجه من ثلاثه، يا بريفنت يا كيور، بيقلل السيمتومز بتاعت ديزيز معين، بتاعت مرض معين. يبقى اول حاجه ان هي فايتو فارماسيوتيكالز. ثاني حاجه لازم يكون عندها سيميلر اكشن للفارماسيوتيكال دراجز اللي بتصنع فين؟ بتصنع في اللاب. يعني ايه ليه سيميلر اكشن للفارماسيوتيكال دراج اللي بتتصنع في اللاب؟ يعني انا مثلا تعبت زي ما كنت بقول لكم من شويه، بطني وجعاني، طب هو بطني وجعاني دوت ممكن اخد ايه؟ ممكن اخد دواء مثلا فرضا اي دواء في الصيدليه، مش مهم دلوقتي، مش عايز اوجع دماغك باسماء كتير في الاول. انا حاسس دلوقتي بوجع في بطني، خدت دواء معين. جه بعد كده ماما بتقول لي لا والله كفايه كده عليك ادويه، انا هجيب لك شويه نعناع، النعناع دوت بيخفف وجع البطن. يبقى النعناع دوت جيت خدته برضه خفيت نفس الخففان اللي الدواء العلاجي بتاع الصيدليه الدهوني. يبقى كده هو ليه نفس التاثير اللي بتعمله الادويه المصنعه في اللاب. ثالث حاجه واخر حاجه عشان ابدا اوصف الميديسنال بلانت، ان يكون عنده فارماكولوجيكال اكشن. يعني ايه فارماكولوجيكال اكشن؟ عايزك تتخيل معايا، في ناس اول لما بتصحى من النوم بتبقى عامله كده زعلانه ومتضايقه ومقهوره، يقول لك انا ما اقدرش اصحى وافوق الا غير لما اشرب كوبايه القهوه والسيجاره، فيبدا يبتسم والدنيا تبقى حلوه. طب هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ قال لك السيجاره فيها نيكوتين والقهوه فيها كافيين، والاثنين دول بنقول عليهم ستيميلانتس او مصحصحات. نعرفوا بعد كده ان هم من ماده اسمها الالكالويد، والالكالويدز ديت مصحصحات بيفوقوا. فانا قبل الدواء غير بعد الدواء. فليا فارماكولوجيكال اكشن، انا سواء كنت نيكوتين او كافيين، ليا تاثير علاجي او ثيرابيوتيك اكشن، ثيرابيوتيك اكشن على الانسان. وبكده اقدر اقول ان الماده اللي عندي ديت لو ليها فايتو فارماسيوتيكال اكشن سواء بتبريفنت او بتكيور او بتلازم الديزيز، او ليها سيميلر اكشن للفارماسيوتيكال دراج اللي مصنوعه في اللاب، او ليها تاثير على الانسان، يعني الانسان قبل غير الانسان بعد، لو جمعنا كل الحاجات دي في نبته معينه او من ماده فعاله بتخدم نبته معينه، يبقى اقدر اقول عليها ايه على طول؟ اقول عليها ميديسنال بلانتس. نخش بقى على جزء جديد الا وهو ان مفيش علم بيطلع في يوم وليله، يبقى اي علم لازم يكون ليه هيستوري، تاريخ. طب هو ايه تاريخ اصلا المواد الفعاله اللي متاخده من اصل نباتي؟ قال لك تعالى كده نجمعهم كلهم في صبورة واحده عشان نكون مبسوطين. اول ناس اتكلموا على العلاج بالاعشاب هم الانشنت ايجيبشنز. ومن هنا عايزك تعرف مني تذاكر ازاي؟ يعني الكلام اللي انا هكتبه لك بالظبط هو اللي انا عايزك تذاكره بس. الانشنت ايجيبشنز واحنا بندعبس وراهم كده القدماء المصريين، لقينا حاجه اسمها ابرس بابايرس، يعني ورديه ابرس. تعالى كده واحنا بنذاكر نبقى كاتبين نفسنا ابرس بابايرس.
برديه التابرز ديت هتلاقي عندك هنا قالت لك ان هي 110 متر 110 صفحه عباره عن 20 متر مثلا في طولها. الكلام ده كله انا يهمني منها ايه؟ يهمني ان هم كانوا فيها كانوا كاتبين في البرديه ديت كل نبات النبات المعين ده بيعالج الحاجه المعينه دي، النبات المعين ده بيعالج الحاجه المعينه دي، يبقى الخدماء المصريين من اقدم الناس اللي اتعاملوا بالحاجات الطبيعيه عشان يعالجوا بعض. بالايه؟ بالميديسينال بلانتس. طب الابرس فايروس دي لقوها فين؟ لقوها ما بين رجلين موميا في الاقصر. بس كده، ده اللي انا عايزك تعرفه. يبقى الخدماء المصريين فعلا كانوا بيتعاملوا بالحاجات دي. طب تاني ناس قال لك من اوائل الناس برضو اللي اتعاملوا بالميديسينال بلانتس هم مين؟ هم الانشنت انديانز. مين الانشنت انديانز؟ الهنود القدماء. الهنود القدماء كان عندهم كلمه كده اسمها الايرفيدا. ايه الايرفيدا دوت؟ قال لك احنا بنعتمد في الايرفيدا دي اسلوب حياه، طريقه حياتنا. الايرفيدا ده بيعتمد فيها على حاجتين. اول حاجه على اللايف ستايل تشينج، تاني حاجة على الميديسينال بلانز أو هيربال ريميدي، العلاج بالأعشاب. يعني الناس ديت كانت لما يجي لها صداع يقول لك طيب أنا محتاج أنام أكتر، طب ولما يجي لها صداع ما ياخدش مثلا أسبرين، ياخد على طول نبات الصفصاف. ونبات الصفصاف او الويلو بارك ده هنعرف ان هو اللي اكتشفنا منه بعد كده الاسبرين، انما هو ما ياخدش اي حاجه سينثيتك انا مصنعها في المعمل، لا هو بياخد الحاجات از هيربال ريميدي فقط، يعني هو لا يعتمد الا على النبات الطبيعي وفقط بيغير اللايف ستايل تشينج بتاعه مش اكتر. طيب جميل، يبقى كده الكلام على الهنود. طب بدا الموضوع يتطور شويه والناس بدات تتكلم اكتر واكتر، ولقينا ان عندنا مثلا ناس كده الموضوع بدا يتطور فين؟ اول حاجه في روم، في روما وتشاينا والهند وجريس. في روما او خلينا الاول في تشاينا طلع لنا راجل كده حكيم زمان كان اسمه سان سي مياو، وافتكرها لي مياو شبه القطه. سان سي مياو دوت كانوا بيسموه اللورد اوف هيربال دراجز او هيربال ريميدي او ميديسينال بلانتس. طب هو كان لورد ليه؟ كان الراجل ده كان بيجي له كل يوم حوالي 100 عيان كلهم يرجعوا مبسوطين بيتهم، ليه؟ لانه عالجهم بايه؟ عالجهم بالاعشاب فقط. فكانوا بيسموه اللورد ملك الهيربال ريميدي. جميل. تاني واحد قال لك الموضوع بدا ينتشر اكتر من الصين لروما وجريس. روم دوت كان فيها واحد اسمه ايه؟ كان اسمه ديسو رايدس. ديسورايدس دوت قال لك ده كان طلع عليه صفات كتير، بس هو اولا كان سولجر في الرومانيان ارمي، كان محارب، وطول ما هو ماشي روما كان عماله تفتح في مناطق كتيره، فطول ما هو ماشي عمال ياخد المواد الفعاله والنباتات ويكتبها بتاعت المناطق اللي هو بيروحها ويسجلها في ديوان كده. الديوان ده سماه ماتيريا ميديكا، مجموعه النباتات الطبيه اللي اقدر اعالج بيها في اي حته في العالم اللي هو عدى عليه. كان سولجر في الرومانيان ارمي وكانوا بيسموه فادر اوف فارماسي، ابو الصيدله. وكان من اهم الحاجات كمان اللي كان بيعملها ان هو كانوا بيقولوا عليه ان هو ماستر هيربالست. يعني ايه كان ماستر هيربالست؟ كان من اول الناس اللي استعملوا الاعشاب في العلاج. طيب جميل، انا بقى هقعد احفظ الكلام ده كله؟ لا، بكل بساطه انا عايز تعرف ان هو في روما والصين وجريس كان الناس كانوا بيستخدموا الميديسينال بلانز. كان عندنا الراجل اسمه سان سي مياو، قلت لك مياو افتكرها ان هي قطه، فهترسم لي كده وش قطه في الورق عندك والقطه ديت تقوم مطلع منها كراون كده زي شبهها تاج. ليه؟ لان هو كان اللورد اوف هيربال ريميدي. دي اول حاجه. طب تاني حاجه عنه ديسرايدز دوت عايزك تفتكرها كده بفي لطيف قوي كده، مش هو كان الفادر اوف فارماسي؟
ابو الطب والصيدله، فبابانا هو بابانا اللي في البيت دوت، مش بابانا ده بيحارب عشان نفضل في عيشه كويسه؟ سولجر جميل، بس في الاول وفي الاخر مين الماستر بتاع البيت؟ اكيد ماما. ماتيريا ميديكا. يبقى بكل بساطه هو الفادر اوف فارماسي كان سولجر في الرومانيان ارمي، هو الماستر هيربست، بس مين؟ الف لي كتاب اسمه الماتيريا ميديكا. طيب بعد عمه زورايدس وسان سينيار دوت، هل العرب وقفوا عن الكلام ده؟ قال لك لا طبعا. قاموا عملوا ايه؟ جاء واحد زي ابن سينا وابن البيطار وداوود الانطاقي، كل دي ناس الفوا كتب سموها الكتب كتب الطب الشعبي او الكتب الايه اللي بنقول عليها الفولك ميديسن بوكس، بقوا يلموا كل الطب الشعبي اللي موجود في العالم ويلموه في كتب اسمها الفولك ميديسن بوكس، سواء كانت من تاليف ابن سينا او ابن البيطار او داوود الانطاقي. فكان في تطور على مدار السنين في ايه؟ في الهربال ريميدي، لحد ما وصلنا لتقريبا كده القرن ال 19 19th century. وال 19th century دوت حصل فيه تطورات في علوم كتير زي الفايتو كيمستري. يعني ايه كلمه فايتو؟ قلنا يعني نباتي، يعني كيمياء النباتات. واحنا اتفقنا مع بعض ان عندي بيبقى عندي في النبات دوت في ماده فعاله معينه، الماده الفعاله المعينه دي بستخرجها، ولما بستخرجها بطلعها واحطها في دواء معين، الدواء المعين ده هيعالج مرض معين. فلما كل ما اطلع نباتات اكتر، كل ما اطلع مواد فعاله اكتر، كل ما الان دوت اشوف الاستراكشر بتاع الماده الفعاله واعرف الكيمياء بتاعته بتقول ايه. يبقى الفايتوكيمستري. فعلم اسمه المايكرو بيولوجي، يعني علم الاحياء الدقيقه، كل ما اكتشف امراض جديده. فعلم جديد اسمه الفارماكولوجي، وده اهم علم عندنا في صيدله، هو علم الفارما، هو علم الادويه، الادويه بتعمل ايه في جسمنا. كل دي علوم وغيرها كتير جدا طبعا بدا يتطور. فبدانا نشوف امثله على حاجات جايه من اصل نباتي وصنعنا منها دواء معين. تعالوا نشوفهم مع بعض. نبدا بقى نشوف المودرن تايمز، الاوقات الجديده ديت بعد القرن ال 19 حصل تطورات في علوم كتير زي ما قلنا، فبدا يطلع حاجات جديده جايه من اصل نباتي. زي ايه؟ زي هنجمعهم كده في كلمه اسمها اس بي ري اي ان، اسبرين في الدايجوكسين. ايه الكلام التعاويذ اللي انت بتقوله ده يا عم الحاج؟ اقول لك واحده واحده. اول حاجه احنا جمعناها في كلمه اسبرين في الدايجوكسين. في المودرن تايمز بدا يطلع حاجات جديده ومتطوره اكتر، شبه ايه؟ شبه طلوع فكره الاسبرين. الاسبرين ده احنا كلنا عارفين ان هو مسكن، نوع ايه؟ انالجيسيك. وايه تاني؟ خافض حراره، انتي بايريتك. كلمه بايرو باللاتيني يعني هيت، انتي بايريتك يعني مضاد للحراره، يعني خافض الحراره. وبنقول عليه كمان انتي انفلاماتوري، مضاد للالتهاب. طب هو الاسبرين ده جاي منين اصلا؟ جاي، اتفقنا من اول حصه قلنا ان هو جاي من شجره الصفصاف، الولو، شجره الولو. بناخد ايه منها؟ بناخد البارك من بره. كانوا زمان كانوا يجيبوا السكينه ويقشروا البارك من بره ويمضغوه، لو ايدي وجعاني تخف. عمال امضغ امضغ وامص انا الماده الفعاله اللي جواه بالصلايبه بتاعتي لحد اما ابدا اخف. كلمه اخف ديت معناها ان هو فيها ماده فعاله. فجبت الويلو بارك دوت مع تطور الفايتو كيمستري، بدات اشوف الماده الفعاله اللي عنده، لقيتها اسمها سالي سين. حضرتك مش عليك اي ستراكشر، بس السالي سين ده شكله عامل كده، بنزينه كربونه او اتش، وهنا في مجموعه جلوكوز، خليها جلوكوز وخلاص. طيب ايه اللي حصل؟ بعد فتره ما اكتشفنا ان السالي سين ده مش اقوى ماده فعاله فيه، ده في ماده فعاله اقوى اسمها السالي سيليك اسيد. الساليسيليك اسيد طبعا اللي هو حمض الساليسيليك، احنا عارفين الاستراكشر بتاعه، ادي بنزين وادي او اتش وادي من فوق كربوكسيليك سي او اتش جروب.
لقينا ان الساليسيليك اسيد هو في الاول وفي الاخر اسيد، فالناس كانت ايديها راسها مصدعه جسمها واجعها عندها حراره تمام بتخف، بس في نفس الوقت كانت بتعمل تاثير جانبي اللي هو كانت بتعمل قرح في المعده. فليه؟ لان هو اسيد. فجاب امه واحد اسمه فيليكس هوفمان، ما عليه من اسمه، في شركه اسمها شركه باير لسه لحد دلوقتي موجوده طبعا. بالصدفه الساليسيليك اسيد دوت بيعمل بيضيف عليه شويه مكونات حوله من ساليسيليك اسيد لاسيتايل ساليسيليك اسيد. يعني ايه؟ يعني الاستراكشر بتاعه اتحول من البنزينه عليها او اتش وسي او او اتش، قام شال مجموعه الاتش دي بالغلط وحط مكانها مجموعه اسيتايل، هيكتبها اي سي للاختصار وخلاص، انت مش عليك اي استراكشرات. قال لك الاسيتايل ساليسيليك اسيد دوت لقينا ان هو لس اريتانت للمعده، اقل حرقان للمعده، فالناس بدات تستخدمه بشكل كبير جدا. باير تسكت في ساعتها، قامت محول لها الاسيتايل ساليسيليك اسيد دوت لدواء اسمه ايه؟ لدواء اسمه اسبرين، ونزلته الماركت وفضل البراند في المسكنات لمده سنين طويله جدا، مش اقل من 100 سنه. يبقى اول حاجه حصلت في المودرن تايمز بتاكد لي ان النباتات مهمه عشان طلع منها ماده فعاله، طلوع الاسبرين. تاني حاجه لو قلنا اسبرين، البي ديت هي عباره عن ايه؟ عباره عن سوليد بيني سيلين. ايه البنسلين ده يا شباب؟ البنسلين ده من اول المضادات الحيويه اللي موجوده في الكون، بنلاقيه هتشوفه ان شاء الله في الصيدليه في هيئه دواء كده ممتد المفعول، هوري لك صورته هنا دلوقتي. البنسلين دوت الفكره بتاعته ايه؟ وعايزك تكتب عنده كده ان عمه الكسندر فليمنج اخذ جائزه نوبل عليها. ازاي؟ كانوا الناس زمان في الحروب والكلام ده ما كانوش بيموتوا بالطلقات الرصاص، لا. كانوا بيموتوا ازاي؟ كان يقول لك هو الراجل مات اتخبط برصاص بس هو جسمه اتفتح لاي شكل من الاشكال. اما جسمه اتفتح وهو في حرب والمعركه بيخش البكتيريا جسمه وتعمل حاجه اسمها بكتيريميا، تعلي له درجه حراره جسمه لان البكتيريا وصلت الدم. فالراجل يموت من ان درجه حرارته عاليه مش من الرصاصه. كنا محتاجين دواء يقتل البكتيريا، عشان كده كنا بنقول عليهم حاجات اسمها مضادات بكتيريا او مضادات حيويه، انتي بكتيريا او انتي بيوتيك. فعمه الكسندر فليمنج كان بيدور على الموضوع ده، كان عامل ايه؟ كان زارع شويه بكتيريا في طبق، فرضا ان البكتيريا دي لونها ايه؟ اسود اهي مثلا، النقط السوداء دي. بس عمه الكسندر فليمنج كان مؤمن شويه، طول ما هو شغال كان بيحب ياكل، فكده ايه فضل ده بيليف عيش فينو حلو جدا عشان ايه بدات اجوع. عمو الكسندر فليمنج كان تحت البيت عنده في عركه. نزل كده يا جماعه صلوا على النبي مش عارف ايه واحده واحده زي ايه يا جماعه مش عارف ايه، فالموضوع طول قوي. الهوا ده خد حاجه من علم بريد او من علم الفينو دوت وقام نظره على ايه؟ على طبق البكتيريا. عمو الكسندر فليمنج بعد اسبوع رجع لقى كل البكتيريا ميتة. لو احنا طبعا لو انا هقوم ارميها وخلاص، انما الفرصة لا تأتي الا لمن يستحقها. عمو الكسندر فليمنج كان يستحق الفرصة دي عشان ياخد جايزة نوبل. قام واخد الطبق وبص عليه تحت الميكروسكوب لقى جواه فطر اسمه بيني سلم نوتاتم. والبنسلم نوتاتم دوت بيطلع مادة معينة اسمها البيني سلن. البنسلم دوت هو اللي دلوقتي عارفينه at the first antibiotic ever discovered، وكان نقلة في عصر الحياة كلها اللي كنا بنقوله قبلها احنا في عصر ما قبل الانتيبيوتكس، دلوقتي احنا في عصر ما بعد الانتيبيوتكس. يبقى تاني حاجة اسبرين في بنسلم. طيب ايه ري ديت بقى؟ ري ديت اللي هي نبتة اسمها او مادة فعالة اسمها الري زوربين. الريزوربين ديت عايزه تكتبي جنبها كده عمه المهاتما غاندي. ليه عمه المهاتما غاندي الراجل اللي كان واخد جايزه نوبل برضه في السلام؟ قال لك الريزوربين ده بيتاخد من نبته اسمها را وولفيا سربنتينا. را وولفيا سربنتينا، فلو حضرتك شطور كده شويه وخدت بالك را وولفيا سربنتينا، را اللي هي ريزوربين،
والسربنتينا ريزر بين الحته الثانيه. يبقى ريزر بين خدنا اول حته من الراولفيا على اول حته من السربنتينا فبقت ريزر بين، وهي دي الماده الفعاله اللي بناخدها من الراولفيا السربنتينا. طب انا باخد انهي ماده، انهي جزء من النبات؟ قال لك احنا بناخد الروت. يعني ايه الروت؟ الجذور. والجذور بتاعته زي ما انت شايف كده شبه التعبان، فاللي كان فرنش هيعرف ان تعبان دوت معناها بالفرنش يعني سيربون. يعني ايه؟ يعني تعبان. فمن هنا جت التسميه بتاعت راؤول فيها سيربن فينا. جميل جدا. مين بقى عمو مهاتما غاندي ده؟ ايه اللي دخله في الموضوع؟ قال لك راؤول فيها سيربنتينا دي من اهم استخداماتها انها ترانكلايزر، يعني مهدئ، بالذات في حالات المانيا الجنون والعصبيه الشديده. فعمو مهاتما غاندي كان هادي خالص واخد جايزه نوبل في السلام. ايه الفكره بقى؟ قال لك ان مهاتما غاندي كان دايما حاطط ما بين سنانه وبيمصها روتس اوف راولفيا سيربنتينا، فكان دايما مهدئ. يبقى من هنا نعرف ان هو ترانكلايزر، وبيستخدم انه بيقلل البي بي. يعني ايه بي بي؟ بيقلل البلاد بريشر. يعني ايه؟ بين قوسين كده عايز تكتب انتي هايبر تنسف. تعالى نقسمها واحده واحده، الموضوع مش صعب. انتي يعني ضد، هايبر يعني عالي، تنسف جاي تجيب التنشن يعني ضغط. يبقى الضغط العالي هو ضده، يعني برضه بيوطي البلاد بريشر او بيوطي ضغط الدم. جميل جدا. طب لو حضرتك تفتكر احنا مش قلنا ان هي شبه السيربون شبه التعبان، فهي برضه بتعالج امراض لما السنيك بايت. يعني ايه سنيك بايتس؟ عضات التعبان. فلما عضات التعبان دي بتحصل بيحصل حاجه اسمها فيفر. فلما بيقول لك ان هي بتعالج السنيك بايتس ان هي بتقلل الفيفر. ما هي الفيفر؟ يعني الحراره العاليه. لما اجي اقول لك ان هي بتقلل الفيفر تقول لي اه يا دكتور ده احنا خدنا كده حاجه كان شبهها من شويه وقلنا ان مضاد للفيفر شبه الاسبرين، وقلنا كلمه فيفر او حراره عاليه. مضاد الحراره العاليه بيقولوا لي انتي بايريتك. يبقى تحفظ المصطلحات المهمه دي عشان انت كده تبقى دكتور شطور. لما تقرا في البامفلت بتاعت الدواء ان في دواء اسمه اللي بيقول لك الماده الفعاله بتاعته مثلا اسبرين، والاسبرين دوت ده انتي بايريتك. يعني ايه انتي بايريتك؟ يعني مضاد لارتفاع درجه الحراره، فانت تبقى عارف يعني ايه انتي بايريتك. طيب الريفرين ده بنلاقيه دواء في السوق مهم جدا 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 ومشهور جدا 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 من شركه نوفا. ده كان من اول الادويه اللي اكتشفناها لعلاج الهايبرتنشن، وحاليا ما بقاش مستخدم قوي، بس بقينا بنكشف بيه عن ان هل الراجل ده عنده هايبرتنشن ولا لا. اديناه له لقينا ضغطه بيقل، اه يبقى الراجل دوت عنده هايبرتنشن. في دواء موجود في السوق اسمه هايبوتين. هايبوتين ده برده هتلاقيه مكتوب عليه كده انتي هايبرتنسف، هوريك صورهم كلهم. جميل جدا. طب قول لي بعد اذنك بقيه تكمله الحاجات دي اللي في المودرن تايمز حصلت اثبتت لي ان الادويه جايه اصلا من تاثير نباتي او من ماده نباتيه. الايم دي بيعمل حاجه اسمها الايم دي معقول عليها ان هي فينكا. ايه الفينكا دي؟ الاي ان اللي في الفينكا دي، الفينكا دي نبات بالعربي اسمه الوينكا. الوينكا دوت بناخد منه مادتين فعالين مهمين جدا اسمها فين بلاستين وفين كريستين. ايه الفين بلاستين والفين كريستين؟ اول حاجه هي فين وفين جايه من كلمه ايه؟ جايه من كلمه فينك. جميل جدا. طب ايه فين كريستين؟ كريستين ده اسم الدكتوره الاجنبيه اللي جت اكتشفتها عندنا هنا فين؟ اكتشفتها في سينا، شبه جزيره سينا. وفين بلاستين، كلمه بلاستين دي بتدل في اي حاجه هتشوف فيها كلمه بلاستين تبقى قريبه من الكانسر. يبقى هو بيعالج ايه؟ بيعالج تريتمنت اوف كانسر. حلو جدا كده. طيب جميل، هتلاقي كاتب لك بقى الفينكا دي ليها اسماء كتير. الوينكا دي ليها اسم مثلا بالانجليزي تاني غير الفينكا اسمه ايه؟ اسمه بينك بيري وينكل. ما تتضايقش من اسمه. تعالى بقول لك اسمه اللاتيني زي ما كل حاجه من اللي فاتت قلنا اسمها اللاتيني. لقينا ان اسمها في اللاتيني اسمه كا فا ران فاس رو زيس. ما تتضايقش. كافرانتس رو زيس. وانت بتذاكر كده في البيت عايزك تدلع نفسك. كافرانتس رو زيس. رو زيس عشان هي لونها بينك. بنلاقيها في دواء اسمه الاوكسيبرال. الاوكسيبرال دوت
كان موجود لفتره قريبه وكان بيزود الدم اللي بيوصل للدماغ، فكان منشط كده، وكان الناس الكبيره اللي كان بيجي لها الزهايمر كان ده بيبقى مجرد ايه؟ وقايه ليها. كنا بنلاقي فيه ايه؟ كنا بنلاقي فيه البنكريستين. هتلاقي في ممكن تلاقي صيدليات فيها لسه اوبسيكرون. جميل جدا، وحواليك سود. كمل معايا، ايه الاكس دي بقى؟ ايه الاكس دي؟ قال لك الاكس دوت ده حاجه جديده كده برضو، انتي كانسر جديد اسمه التك، وفي اكس اهو اول، يبقى اسمه ايه؟ اسمه تك سول، ما تنساش تك سول. يبقى التكسول ده اسم النبته؟ لا، ده اسم الماده الفعاله. التكسول ده متاخد من نبته معينه اسمها ايه؟ اسمها تكسس بريفي فوليا. تكسس بريفي فوليا، تكسس بريفي فوليا. طب الستات اللي هم اللي بيجي لهم بريست كانسر، فالستات التانية عشان يسبورت هير كده وعشان يقف في ظهرها يقول لها انت ازاي بريف كده؟ يبقى التكسس بريفي فوليا، التكسس بريفي فوليا بتعالج ايه؟ بتعالج البريست كانسر. طب بتعالجها بانهي ماده فعاله؟ بتعالجها بماده فعاله اسمها التك سول. يبقى التكسول موجود في نبته اسمها التكسس بريفي فوليا، بيعالج حاجه اسمها البريست كانسر. اخر حاجه، اخر حاجه خالص هنقولها في الجزء بتاع ان في نبات خدنا منه ماده فعاله بسبب تطور العلم، الا هو الدايجوكسين. طب ايه هو الدايجوكسين؟ هل الدايجوكسين ده نبات؟ لا، الدايجوكسين ده الماده الفعاله. طب هي الدايجوكسين ده موجود في نبات اسمه ايه؟ اسمه الفوكس جلوفز. هتلاقي الفوكس جلوفز الازهار بتاعتها الاطفال وهم صغيرين لسه الزهره كده شبه الكوز، فالاطفال لسه وهم صغيرين لما بيحطوا صوابعهم في الازهار ديت ويقطفوها ويقعدوا يعملوا لبعض كده شبه الفوكس جلوفز. طب قول لي اسمها الثاني، اسمها ديجي تالس. طب يعني ايه ديجي تالس؟ جاي من كلمه ديجيتس، صوابع، وصوابع يعني الديجيتالس عشان برضو الاطفال كانوا بتحطها في صوابعها. طب الديجيتالس دي فيها ماده فعاله اسمها الدايجوكسين. طب بعد اذن سيادتك فهمني، هو الدايجوكسين ده بلاقي اللي بلاقيه في دواء في السوق اسمه اللانوكسين. يقول لك يا دكتور انا عايز العلبه الزرقاء اللي اسمها لانوكسين. تقول له والله الف سلامه على حضرتك، بس لازم تهتم بالجرعه. طب ليه انت بتقول الكلام ده؟ الكلام ده بيحسوا اولا ان انت الدكتور فاهم. تاني حاجه انت لما بتقول له انت بتهتم بالجرعه ليه؟ لان الديجيتالس في ماده فعاله اسمها الدايجوكسين. الدايجوكسين دوت بيعالج حاجه اسمها السي اتش اف. تعال كده واحده معايا، كونجستيف هارت فيلير. يعني ايه كونجستيف هارت فيلير؟ الترجمه الحرفيه اللي مش عايزك تكون عارفها احتقان القلب او فشل القلب الاحتقاني او حاجه كده. طب هو ايه الفكره اساسا في كونجستيف هارت فيلير؟ ان احنا في طبيعتنا جسمنا قلبه بيدق كده. بعد فتره وبعد ما الانسان بيكبر القلب بيدق كده. فهل انا محتاج ازود سرعه الدقه ولا ازود قوه الدقه؟ ايوه انا محتاج ازود قوه الدقه. يبقى مين اللي بيزود قوه الدقه؟ الديجيتالز. يبقى الديجيتالز بيعالج حاجه اسمها فشل عضله القلب انها تدق. الكونجستيف هارت فيلير عن طريق ان في ماده فعاله اسمها الدايجوكسين. يبقى مراجعه سريعه كده بسرعه، اول حاجه احنا جمعناها في كلمه اسبرين في الدايجوكسين. ايه بقى؟ اسبرين ده الاسبرين. وكنا بناخده من نبته اسمها الويلو بارك. فتعالوا مع بعض كده نجمع ايه النبته وايه الماده الفعاله. الاسبرين ده الحاجه اللي اكتشفناها بعد كده. طب هو ايه اساس النبته؟ النبته اسمها الويلو بارك. طب ايه الماده الفعاله؟ هي الساليسين والساليسيليك اسيد والاسيتايل ساليسيليك اسيد اللي اكتشفناه بعد كده. طب بعد كده البنسلين، البنسلين ده الماده الفعاله. امال الماده الفعاله ديت خدناها من انهي جزء؟ قال لك خدناها من حاجه اسمها البنسلين متوطن فانجس. فطر اللي كان موجود على رغيف العيش، الخبز ده اللي هو كان سايبه على جنب. الفانجس دوت ايه؟ هو المصدر بتاع الدواء اللي اسمه البنسلين. طيب بعد كده اسبرين ري ده هو الماده الفعاله اللي هي اسمها ريزربين. طب الريزربين ده بناخده من انهي دواء؟ راؤول في السربنتينا. وقلنا بتستخدم في ايه؟ طيب الايم قلنا فينكا. الفينكا دي مين؟ دي النبته نفسها. قول لي اساميها الثانيه. بينك بيريوينكل كافرانثس روزيس.
طب الماده الفعاله مين؟ بنكريستين وبنبراستين. طيب قول لي كمان مثال الفيلو انها دي التاكسول الاكس دي. طب التاكسول ده الماده ولا الماده الفعاله؟ ده الماده الفعاله. طب الماده اسمها ايه؟ اسمها تاكسس بريفيفوليا. قلنا بريف انت ازاي شجاعه كده يبقى ايه؟ بريست كانسر. اخر حاجه الدايجوكسين. والدايجوكسين دي هي الماده الفعاله نفسها. بلاقيها في انهي نبات؟ بلاقيها في نبات اسمه الديجيتاليس او الفوكس جلوفز. وبتعالج ايه؟ بتعالج القلب. طيب مش فاهم. نبدا بقى جزء جديد ومش جزء جديد قوي برضه، احنا لسه بنتكلم عن نفس الموضوع والمواد بتاع الميديسنال بلانتس. بس انا عايز اعرف احنا كصيادله بقى ايه وظيفتنا في الموضوع ده؟ قال لك احنا كصيادله وظيفتنا ان احنا نكتشف نباتات جديده عشان نطلع منها ماده فعاله جديده. طب ثانيه، يعني انت قصدك ان اي نيو بلانت ده بيكون مفتاح، بيكون كلو، بيكون دليل اقدر امشي عليه عشان اروح لنيو ثيرابيوتيك ايجنت او نقول نيو دراج؟ اقول لك ايوه، اي نيو بلانت هو مفتاح اوصل بيه للنيو دراج. ازاي؟ قال لك مثلا انا مش عارف انتوا كنتوا صغننين ولا لا في الفتره دي، بس تقريبا كنتوا صغننين. فتره ايه؟ فتره الانفلونزا الخنازير. الفتره دي اللي احنا عشناها وكانت فتره بالظبط شبه الكورونا اللي احنا عايشينها دلوقتي، ومش لاقيين اي دواء لانفلونزا الخنازير. طب نروح فين يا علماء؟ نروح للنيتشر. في ترند كده طالع اسمه باك تو نيتشر، او لما نتزنق في الادويه نروح على طول للنيتشر. فروحنا خدنا قعدنا ندور يمين وشمال وفوق وتحت لحد ما وصلنا لنبته اللي اسمها الستار انايس، اليانسون النجمي، نوع من انواع اليانسون. خدنا منه ماده فعاله اسمها الشيكيميك اسيد، والشيكيميك اسيد دي قعدنا نحور فيها ونلعب فيها يمين وشمال لحد ما طلعنا ماده فعاله اسمها الاوسلتاميفير. والاوسلتاميفير دوت من اسمه كده فير، يعني ضد الفيروس. يبقى الاوسلتاميفير ده هو اللي عالجنا بيه في شكل دواء اسمه التاميفلو، تقريبا لحد دلوقتي بنسمع عنه، وبرضه استخدمناه في فتره الكورونا في الاول. لقينا ان الاوسلتاميفير ده هو اللي بيموت الفيروس بتاع الانفلونزا الخنازير H1N1 حسب ما افتكر. طيب جميل، يبقى دلوقتي ده مثال مهم جدا نعرف ان النبات ده اصل كل علاج موجود في الصيدليه. طب تعالى بقى اقول لك، هو هل انا اخدت النبات دايركت ولا لا؟ هل انا عدلت فيه ولا لا؟ قال لك هو نيو كلو عن طريق اني اعمل حاجه اسمها موديلنج او موديفيكيشن. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اجيب النبات اطلع منه ماده فعاله وابدا ابص عليها واقلدها واقلدها واعملها في شكل ستراكشر تاني مناسب للانسان لغرض معين. ده اسمه موديلنج، اني اجيب النبات دوت واطلع منه ماده فعاله اعملها موديل لماده فعاله تانيه، او اني اجيب النبات واطلع منه ماده فعاله واعملها موديفيكيشن، يعني تعديل. طب انا عدلت الشيكيميك اسيد وحولته لاوسلتاميفير ليه؟ قال لك عشان حاجتين. حاجه من اثنين، او بشكل عام الموديفيكيشن بيتم عشان حاجه من اثنين، يا اما ازود حاجه يا اما اقلل حاجه. ازود الافيكاسي، يعني ايه الافيكاسي؟ يعني الفاعليه، يا اما اقلل السايد افكت الاعراض الجانبيه. يعني مثلا في حاله الاوسلتاميفير هو اصلا الشيكيميك اسيد ما كانش بيعالج السواين فلو، امال مين اللي بيعالج؟ الموديفيكيشن بتاعه اللي هو الاوسلتاميفير. طب تعالى على ناحيه الاسبرين، فاكر الاسبرين لما قلنا ان هو كان بيعالج الالام بس في نفس الوقت كان بيعمل وجع في البطن بسبب القرح اللي جابنا ان هو اسيد؟ فلما جيت حولته لاسيتايل سانسيليك اسيد اللي هو الاسبرين قللت السايد افكت، سواء ده او ده هو موديفيكيشن. جميل جدا لحد دلوقتي. قال لك بقى ان ال WHO منظمه الصحه العالميه الورلد هيلث اورجانيزيشن بتقول لك ان حوالي 80% من الناس اللي في العالم لسه بيؤمنوا بالهربال ريميدي. تقول لي ايه ده ثانيه؟ انا باخد ادويه، هل انا مؤمن بالهربال ريميدي؟ اقول لك اه. مش لما بتيجي انت مدربخ وعايز تنام بتشرب لك كوبايه قهوه او كوبايه شاي؟ ما هي القهوه ديت الكوفي بينز
بذور القهوه والشاي دوت، دي اوراق الشاي التي ليفز، يعني لما حضرتك بتعوز تفوق مثلا بترجع للطبيعه، او دوت برضو بنعتبره هيربال ريميدي. طب ليه؟ لان في امريكا الوضع ما عندهمش زي عندنا. في حاجه هناك في امريكا اسمها انشورنس، يعني التامين على نفسه، ساعتها كل العلاج بالنسبه له بيبقى ببلاش، ان اللي ما عندوش انشورنس بيدفع ثمن العلاج اضعاف مضاعفه، فهم بداوا يتجهوا للهيربال ريميدي عن السعر الغالي جدا 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 والهاي برايسز بتاعت العلاج الطبيعي اللي هم بيدفعوه من غير انشورنس. ده كده بالنسبه للكلام كده، ايه بنبدا نفتح بيه كلام. طيب انا بالنسبه لي بقى، بالنسبه لي البلان دوت او الدروج دوت ممكن يكون في اشكال ايه؟ تعالوا نشوف. رقم واحد، ممكن استخدم النبات دوت از كرود دراج، واتفقنا مع بعض يعني ايه كرود دراج. كرود دراج يعني دواء خام، يعني مجرد زرعته وحصدته فقط. اول حاجه ممكن استخدمه في هيئه ان هو يكون لوز، شبه ايه؟ شبه الشاي العادي، شويه باودر من الاوراق الشاي العاديه وبحطها وبغليها عادي جدا. ممكن استخدمه في هيئه تي باجز، يعني ايه؟ فتله الشاي، فتله وبقعد انقعها كده في ميه سخنه. طب انا ممكن انقعها ديت، ممكن في حاجه ثانيه بالفتله؟ اه، ده انا عندي كلمه كبيره قوي اسمها الانفيوجن. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اجيب حتى الاوراق نفسها او الفتله واعمل لها انفيوجن في ميه سخنه، والميه السخنه تبدا تستخرج الماده الفعاله. جميل جدا. طب هل في طريقه كمان؟ اقول لك اه، في حاجه اسمها ديكوكشن. يعني ايه ديكوكشن؟ يعني المره دي بقى هو مش منقوع، هو مغلي. يعني ايه؟ يعني مثلا جبت الاوراق الشاي وحطيتها في الحله او البرطمان او اي حاجه وبدات اغليها، اشغل النار عليها، ساعتها الاوراق نفسها بتغلي مع الميه، مش مجرد جبت الميه سخنه وحطيت فيها الاوراق. ممكن اخر حاجه تكون في هيئه حاجه اسمها تينكتشر. طب ايه هي التينكتشر؟ التينكتشر هي عباره عن انفيوجن، بس الانفيوجن كنا بننقعها في ميه، التينكتشر بتنقعها في ميكستشر ما بين الميه والكحول، وعشان فيها كحول عشان طبعا ما تبقاش مسكره بناخدها بالدروبس، ودي معلومه بتيجي في الامتحان وبتتقال كل سنه بالنص كده في الدرع، فلازم نكون واخدين بالنا. جميل. تعالى بعد اذن سيادتك كده اديني كام مثال عرفني وحسسني ان انا دكتور. اقول لك اول حاجه عندنا مثال على كرود دراج باخدها زي ما هي كده. اول حاجه اسمها السانت جونز وورد، نبته سيدي يحيى او نبته سيدي يوحنا. السانت جونز وورد ديت من اقدم النباتات ومن اكتر النباتات اللي بقينا بنستخدمها في العالم الحديث بره مصر بالذات وبره الوطن العربي. السانت جونز وورد بناخدها في هيئه هيرب. يعني ايه هيرب؟ يعني اعشاب، يعني اي حاجه بتنمو فوق الارض. طب بعد اذن سيادتك كل واحده منهم من الامثله اللي هقولها محتاج اعرفها بالاسم اللاتيني، وبعد اذنك هتحفظه بالشكل على الاقل بالشكل وتعرف تنطقه. السانت جونز وورد اسمها هايبريكم بيرفوراتم. طب ليه هايبريكم بيرفوراتم؟ لان الورقه بتاعت سانت جونز وورد بيبقى عليها نقط زيت، نقط الزيت دي من بعيد حضرتك بتشوفها كانها مخرمه، جايه من كلمه بيرفوريشن يعني مخرم. طب هايبريكم، هايبر ايكم، هايبر يعني فوق، ايكم جايه من كلمه ايكون، فهي بالظبط عامله كانك معلقه صوره فوق. طب هم كانوا بيعملوا ايه؟ الصينيين القدماء كانوا بيجيبوها يحرقوها ويحطوها ويعلقوها فوق كده. ليه؟ كانوا معتقدين ان هي بتطرد الارواح الشريره، ففوق يعني هايبر. ايكون جايه من كلمه ان هي شبه الصوره، بيرفوراتم عشان الورقه بتاعتها بنشوفها ان هي مخرمه. طب بنستعملها في ايه ديت؟ بنستعملها از مايلد تريتمنت او تريتمنت فور مايلد ديبريشن. فتقول لي بعد اذن سيادتك يا دكتور اديني مثال من الصيدليه عشان لما انزل الصيدليه اتبسط. اقول لك هتلاقي دواء اسمه انتي ديب، من اسمه كده انتي ضد ديب ديبريشن، يبقى انتي ديبريشن يبقى مضاد للاكتئاب، وطبعا ده مش الاكتئاب اللي بيجي لنا اول ما بنخش صيدله، لا ده عادي الاكتئاب المتطور شويه. ده باخده من نبته اسمها ايه؟ اسمها سانت جونز وورد. رقم اثنين، المثال الثاني حاجه اسمها الجينكو ليفز. يبقى الجينكو ليفز دي باخد منها انهي جزء؟ باخد منها الاوراق ليفز. طب الجينكو ليفز دي بعد كده سيادتك تقول لي اسمها اللاتيني ايه؟ اقول لك حاجه اسمها
جينكو باي لوبا. وبرضه عايزين نعرف يعني ايه باي لوبا. باي لوبا باي يعني اثنين، لوبا جاي من كلمه لوب او فص. فنلاقي الورقه بتاعتها شكلها عامل كده، ادي واحد لوب، ادي اللوب الثاني متقسمه لفصين. طب بنستخدمها ايه الجينكو باي لوبا دي؟ بنستخدمها للناس الجيرياتريكس، او عايز تسهل على نفسك تقول الاولد بيبول. جيرياتريك يعني شخص كبير. الاولد بيبول دول بيبقوا اكثر عرضه للالزهايمر. ليه؟ لان الدم بتاعه مش واصل للدماغ، والدم شايل الاكسجين، والاكسجين دوت المفروض ان هو بينشط الدماغ. فبلاش كلمه الزهايمر، كمان ممكن نقول اسهل ميموري لوس. ولما اقول لك ميموري لوس تقول لي على طول الناس دي لما بتبقى مثلا ناسيه اسم حفيدها ايه بتتوتر فيحصل لها انكزايتي. فهو الجينكو دوت بيقلل الميموري لوس ويقلل الانكزايتي او القلق والتوتر اللي بيجي له. رقم ثلاثه، المثال رقم ثلاثه، يبقى قلنا سان جونز وورد، جينكو بايلوبا. رقم ثلاثه السنه ليفز، يبقى من اسمها كده سنه ليفز. باخد انهي جزء؟ باخد منها الليفز الاوراق. طب السنه ليفز دي بعد اذن سيادتك اسمها ايه باللاتيني؟ اسمها سنه سبيشيز، او بنقول عليها الكاشيا سبيشيز. يعني ايه سبيشيز؟ سبيشيز يعني فصائل. فانا لما بقول لك ان هي فصائل الكاشيا يبقى معناه ان الكاشيا دي فصائلها كتير. كاشيا انبستيفوليا، كاشيا اكيوميناتا، كاشيا اكيوليفوليا، كاشيات كتير قوي كلهم اسمهم بالانجلش سنه. وبناخد انهي جزء فيهم؟ الليفز. طب بتعالج ايه؟ السنه ديت الليفز بتاعتها بتعالج حاجه اسمها الكونستيبيشن، يعني بتعمل علاج للامساك، فبنقول عليها لاكسيتيف. فتلاقيني بقول لك ان السنه موجوده في الصيدليه في دواء اسمه السنه لاكس. سنه عشان اسمها سنه، ولاكس جايه من كلمه لاكس يعني مسهل. يبقى كده خدنا السان جونز وورد، الجينكو، السنه. رقم اربعه حاجه اسمها الجيرمان كامومايل فلاورز. الجيرمان كامومايل هو البابونج او البابونج الالماني. بناخد انهي جزء فيه؟ بناخد الفلاورز الازهار. هتيجي تجيب لك فلاور هيد، لان الفلاور بتبقى مشغله على حاجه وفوق كده في فلاور. انا عايز الحته اللي فوق لوحدها، الزهره اللي فوق. الفلاور هيدز ديت بتاعت الجيرمان كامومايل، بعد كده سيادتك تقول لي اسمها باللاتيني ايه؟ اقول لك بكل بساطه مش هي اسمها جيرمان كامومايل، يبقى اسمها كاموميلا. اسمها التاني ايه بقى؟ معلش احفظه لي، ريتيك يوتيتا. كاموميلا ريتيكيوتيتا، وانت بتذاكر كده نزل على نفسك وبسط نفسك. كاموميلا ريتيكيوتيتا، كاموميلا ريتيكيوتيتا. طيب الفلاور دوت بقى او الكاموميلا ريتيكيوتيتا باخدها ليه؟ باخدها از سيداتيف. يعني ايه سيداتيف؟ يعني مهدد. حضرتك صحي الصبح قمت ضربت لك سندوتش فول على سندوتش رد بالعجه، ونزلت اكلت الفين بالفلافل، وقمت ضارب بعدها حواوشي، ومش عارف اخر اليوم قمت ضارب فشار بالشاي بلبن، بطنك متدمره طبعا. مين يهدي لك الجي اي تي، الجاسترو انتستاينال تراك، الامعاء بتاعتك والجهاز الهضمي؟ هو اي زيت، هو زيت الجيرمان كامومايل. وغير كده هي مهدئه، غير للجي اي تي هي مهدئه للسي ان اس، الجهاز العصبي المركزي، فهي مهدئه للاعصاب. عايز تنام وتحلم باحلام سعيده، خد النصيحه دي، ويا ريت لو تقولها كمان في الصيدليه، وده عن تجربه. هتجيب زيت لافندر، وتجيب زيت جيرمان كامومايل بابونش، وتحط 15 نقطه و15 نقطه على بعض، وتقوم واخد حله، الحله دي هتحط فيها ميه وتغليها وتخلي البخار يطلع، وتقوم حاطط ال 15 نقطه على 15 نقطه، وتقوم جايب فوطه ومغطي راسك ومتنفس البخار اللي طالع بزيت الجيرمان كامومايل وزيت اللافندر، وتنزل وتغطي راسك وتنام. هتنام بسهوله جدا. للناس اللي بيجي لها انكزايتي والناس اللي بتحلم احلام وحشه، اوعدك انك هتحلم احلام سعيده. يبقى لغايه دلوقتي احنا خدنا ايه؟ خدنا سان جونز وورد ولقيناه في دواء اسمه انتي داب، الجينكو اسمه جينكو بايلوبا، ولقيناه في دواء برضه اسمه جينكو بايلوبا او جينكو بلس، السنه لقيناه في دواء اسمه سنه لاكس، الجيرمان كامومايل هتلاقيه موجود في السوق باسمه الجيرمان كامومايل او بابونش عادي. فبعد اذنك عشان ما تنساش انا هجمعهم لك في كلمه، اسمها ايه؟ اسمها ست
جينا سنتها وجعاها فبتنادي على بابا. ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ الست جايه من سانت جونز وورد، جينا جايه من جينكو، سنتها سنه وجعاها وبتنادي على بابا. ما هو الجيرمان كامومايل بالعربي اسمه البابونج الالماني، يبقى بابا هو بابونج، يبقى الست جينا سنتها وجعاها وبتنادي على بابا. جميل كده؟ يبقى ده اول شكل من اشكال البلانتس اللي ممكن استخدمه از كرود درج. تاني شكل اني استخدمه في الكولينري هيرب. يعني ايه كولينري هيرب؟ يعني اعشاب المطبخ. طب هي ايه هي اعشاب المطبخ؟ اي حاجه بتدي طعم او شكل. يعني ايه طعم؟ يعني فليفر. يعني ايه شكل؟ يعني جارنش اقدر ازين بيها. سؤال بيجي كل امتحان من السنه اللي فاتت، سواء كان ميد ترم او فاينل، يقول لهم الكولينري هيرب I can use any part of the plant. اقدر استخدم اي جزء من النبات. اقول لك لا، كنا بنستخدم ايه بس؟ الحاجات اللي ليها شكل، زي الليفز، زي الفلاورز، زي الاوراق او الازهار، ساعات بنستخدم الفروتس، الثمار، دي الحاجات اللي اقدر ازين بيها. طب اديني مثال. اول حاجه اقول لك الثايم. الثايم اللي هو ايه؟ الزعتر. الزعتر والتبوله بتوع الناس اللبنانيين، حاجه بتدي طعم ولون وشكل كمان. تاني حاجه البارسلي. البارسلي مش هو بارسلي بالبي؟ يبقى البقدونس. البقدونس. اخر حاجه كمان ال 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 البيبرمنت. ممكن استخدم البيبرمنت، النعناع، وغيره كتير وغيره كتير وغيره كتير. فيبقى انا اهم سؤال في الحته دي ان اقدر استخدم الليفز والفلاورز والفروتس فقط. بستخدمهم ليه؟ عشان خاطر يدوا شكل وطعم فليفر وجارنش. طيب بالنسبه للكرود راج كنت بستخدم ايه؟ قال لك بص يا معلم، الكرود راج اهم حاجه ان انا استخدم الحته اللي فيها الاكتف كونستيتوينت، الماده الفعاله. الماده الفعاله كانت في الفلاور، كانت في الليف، كانت في البارك، كانت في الروت، كانت في الجن الاحمر. انا لازم اخد الجن الاحمر واستخرج منه الماده الفعاله. يبقى هنا على السؤال اللي بيجي كل سنه ان وي كان يوز كولينري هيرب، وي كان يوز اني بارت اوف ذا بلانت از كولينري هيرب، صح ولا غلط؟ غلط. وي كان يوز اني بارت اوف ذا كرود دراج although when it contains an active constituent as a herb. صح تمام مظبوط، طول ما هو فيه active constituent. طيب رقم ثلاثة، غير الكولينري هيرب ممكن استخدمه as spices. يعني ايه spices؟ يعني توابل. طب بعد اذن سيادتك، هي التوابل ديت بستخدمها في ايه؟ عشان ادي طعم اكيد. يبقى لازم الحاجه اللي هجيبها اكون انا ان مايند كده عارف ان انا هاخد منها طعم. طب انا ممكن اخد انهي بارت؟ اي بارت فيه طعم. ممكن استخدم يا سيدي السيدز. ممكن استخدم السيدز. ممكن استخدم الباركس. السيدز اللي هي البذور. الباركس اللي هي اللحاء من بره. ممكن استخدم السيدز، ممكن استخدم الباركس، ممكن استخدم الفروتس، الثمار، ممكن استعمل الفلاورنج بادز. اللي هي الفلاورنج بادز؟ البراعم بتاعت الازهار. يعني البرعم ده لو كنت سبته اكتر من كده كان هيتحول لزهره. ممكن استخدم الاستيجما اللي هي ايه؟ المياسم اللي بتطلع فوق في الفيميل كده. ممكن استعمل اخر حاجه الروتس and rhizomes. مش مهم ايه الرايزومز ديت، بس انا عايز اطلع اللي هي الرايزومات اللي هي ايه؟ عباره عن ستيم تحت الارض. طب والروت هو عباره عن الجذور اللي تحت الارض. يبقى اي حاجه تحت الارض سواء روتس او رايزوم. طيب انا بستعملها ازاي؟ قال لك هناخد شويه امثله. انا عايز حضرتك كده قبل ما نبدا تجمعهم لي كده واحده واحده، ومعلش هنحفظهم مع بعضينا، ان السيدز هنحفظها فيسبوك اف بي ام ان اف بي فيسبوك، من السيسي فيسبوك، من عمو السيسي. طب عمو السيسي هيجي كام مره؟ هيجي مرتين، لدرجه ان الناس من كتر ما عمو السيسي جه خافوا وسافروا. سافروا
طب والناس اللي سافروا دول راحوا كانوا ايه بره؟ راحوا كانوا جينجر، جنزبيل، وترو ميريك او اللي اسمها تاني كركما، اللي هي ايه؟ الكركم. واحده واحده كده ايه ونفهم التعويذات اللي انا بقولها. المهم انت حفظت معايا ان الامثله اللي على كل حاجه من دول هي عباره عن فيسبوك من عمرو السيسي، بس عمرو السيسي جه مرتين، فالناس سافرت لما خافت. سافروا راحوا كانوا بره ايه؟ كانوا جنجر، جنزبيل، وتروميريك اللي هي الكركم. ايه اللي بيحصل؟ قال لك مثال على السيدز، اول حاجه بذور الشمر، فينل اللي بنحطه في القرص. طب والبي؟ البلاك بيبر، الفلفل الاسمر عشان ادي نكهه. الام المسترد اللي بنعمل اللي هي بذور الخردل اللي بنعمل منها المسترده. الان حاجه اسمها النط ميج، النط ميج ديت اللي هي جوزه الطيب، وهنعرف ان شاء الله الترم الثاني ان هي جوزه الطيب عشان هي بتعمل هلوسه. اسمها ايه؟ اسمها جوزة الطيب. السيسي اول حاجة في البارك، البارك اللي هو النحاء. باخد من امثلة على حاجة باخدها من النحاء، اكيد حاجة اسمها السنة من القرفة، او حاجة اسمها الكاشيا، القرفة الصيني. طب وحضرتك عمرك في حياتك كانت قرفة عادية اللي هي بيقول عليها القرفة الاصلي اللي هي بتطلع في شبه جزيرة سيلان فبيقول عليها القرفة السيلاني اللي هي السينامون؟ لا، كل اللي موجود في مصر هو كاشيا، قرفة صيني، فتبقى أقل شوية في الجودة. طيب، السيسي الثانية بتتكون من إيه؟ الفروت مثلا، عايز آخد فروت ألاقي مثلا مثال عليها الكاين بيبر. إيه الكاين بيبر دوت؟ الفلفل الحامي أو الحراق أو الأحمر، ما هو ده بيدي سبايس طعم. طب غير الكاين بيبر في الفلاورنج بودز البراعم، الفلاورنج بودز شكلها عامل إزاي؟ شكلها أصلا عامل كده. حضرتك اصلا هتلاقي نفسك شفت الشكل ده. الشكل ده هو شكل ايه؟ شكل القرنفل، اسمه كلاف بودز القرنفل. الكلاف دوت بيحطوه عند السنان كده ويمضغوه، ليه؟ كمسكن. وغير كده ما هو في معجين سنان بطعم الكلاف، يبقى بيدي ايه؟ سبايس او طعم. طب اخر حاجه الاستيجما، قال لنا ان هو فيسبوك من السيسي، فالسيسي جه تاني فالناس سافروا وخافوا. سافروا جاي عن كلمه صفرن. ايه الصفرن ده؟ الزعفران. حاجتين في الدنيا بيتباعوا بالجرام، الزعفران والذهب. ليه؟ لان الزعفران عباره عن المياسم بتاعت الازهار اللي هي الحته اللي فوق دي بس. تتخيل ان احنا عشان نطلع كيلو واحد من الصفرن بنحتاج 100,000 كيلو أصغار صفرن نبدأ نشتغل عليها آلاف العمال عشان يقطفوا الاستجمة بس، الميسم بس من الزهرة. فطبعاً بتحتاج وقت كتير ومجهود كتير، فطبعاً لازم سعرها يكون غالي، بتتباع بالجرام، ده غير إن طعمها خطير جداً. آخر حاجة هما لما سافروا كانوا ايه؟ كانوا جنجر اللي هو الجنزبيل، وده حاجه كده بتبقى مقلبصه بتنمو تحت الارض وبتدي طعم، والتروميريك اللي كلنا عارفينها اللي هي الكركم اللي لونها مصفر برتقالي كده ديت، دي برضه بتدي طعم كويس جدا بالذات في الاكل الهندي كمان. يبقى اللي هم السبايسز فينل، بلاك بيبر، ماسترد، نوتنج، سيدز، البارك، سينامون وكاشيا، بارك، الفاين بيبر ده عباره عن الفروت، الكلاب فلاورين بود، الصفر عباره عن مياسم ستيجما، والجنجر والتروميريك وماروتس اند رايزومز، حاجات بتنمو تحت الارض. كده احنا خلصنا الكرود دراج والكرينري هيرب والسبايسز في اشكال النبات اللي اقدر اشوفها. طب كمل معايا بعد اذن سيادتك كده نشوف الاشكال التانيه اللي اقدر اشوفها. يلا بينا. نبدا يا شباب بجزء جديد وهو برضو الشكل من اشكال النبات الطبي او الميديسينال بلانتس. اول جزء خدناه اللي هو ايه؟ اللي هو شكله في هيئه كرود دراج كما وجدته في الطبيعه. ثم بعدها بدانا نشوفه شكله في البيت بتاعنا، شكله عامل ايه في المطبخ؟ الكلينري هيرب. طب بعد كده غير الكلينري هيرب اللي بستخدمه كفليفر وجارنش، اخر حاجه كنا واخدينها السبايس طعم، وخدنا امثله كتير. طب عايز استخدمه كدواء اكتر بقى، ممكن اخده واعمل له اكستراكشن للماده الفعاله، يعني الدواء موجود في النبته ديت موجود فيها دواء، ببدا استخرج منها ماده فعاله. طريقه الاستخراج هتفرق معايا، ممكن استخرجه بطريقه
نون ستاندردايزد او طريقه ستاندردايزد. يعني ايه بقى كلمه نون ستاندردايزد؟ اكتب لي كده على كلمه نون ستاندردايزد دي طريقه عشابين او طريقه هيربالست. طريقه العشابين او طريقه العطارين ديت اسمها نون ستاندردايزد سبريد. طب الستاندردايزد سبريد هي طريقه الصيادله. يعني ايه؟ يعني الستاندردايزد اكستراكت دوت ده لو انا مثلا عايز اخس. رحت مثلا قلت للعطار يا عطار اعمل لي خلطه سينامون قرفه على جنزبيل جينجر. قرفه على الجنزبيل ديت تحطها الصبح كوبايه ميه وتشرب الميه من غير التفت بتاعها، هي هتبقى حرقه شويه بس بتزود الحرق في جسمك فبتخسسك. فجميل. هو العطار عمل ايه؟ جاب لك معلقتين قرفه على معلقتين جنزبيل وخلطهم ببعض. هل انت ضامن كل يوم وانت بتاخد معلقه الصبح تبقى 50% قرفه على 50% جنزبيل؟ لا، يبقى حاجه نون ستاندردايزد مش ثابته كل مره. طب الحاجه الستاندردايزد تبقى زي ايه؟ هل انا ينفع مثلا حد يجي يقول لي يا دكتور انا عايز علبه اوجمنتين، الاوجمنتين دوت مضاد حيوي، ياخد اول حبايه يخف لمده 12 ساعه، ياخد ثاني حبايه ما يخفش لان التاثير اختلف؟ لا طبعا ما ينفعش حاجه يبقى كده، يبقى حاجه لازم تكون ستاندردايزد. يبقى تعالى لي كده، ان انا نون ستاندردايزد اكستراكت الفكره ان الافيكاسي بتاعتها مش ثابته، نوت كونستنت. طب الستاندردايزد اكستراكت قال لك ان دي لازم يكون ليها كونستنت فارماكولوجيكال او ثيرابيوتيك افكت. يعني ايه؟ تاثير كل مره يكون ثابت عشان كل مره يديني نفس الاحساس الكويس اللي انا بخاف منه. فيقول لك ان الفرق ما بين الستاندردايز والنون ستاندردايز ان النون ستاندردايز هو طريقه عشابين او طريقه عطارين، انما الستاندردايز اكسترا هي طريقه صيادله، حاجه مور ادفانسد، حاجه ثابته ومضمونه كل مره. طب انا بقى كصيدلي هل انا بقى في المصالح بتاعتي بهتم بالنبات كله ولا بالماده الفعاله؟ اكتر حاجه شغاله في النبات اكيد الماده الفعاله. فيبقى سادس حاجه اقدر اشوف شكل فيه للميديسينال بلانت هو بيور كومباوند. يعني ايه بيور كومباوند؟ يعني ابدا اشوف الكيمستري بتاعه، وهتلاقيني في ورق الكورس حاطط لك الاستراكشرز بتاعت الاربع حاجات اللي هناخدهم دلوقتي. هي مش عليك بس عشان تفتكر سؤال هيجي لك اخر سنه زي ما جه اخر سنه اللي فاتت. قال لهم ان البيور كومباوندز ار كونسيدرد ميديسينال بلانتس. لا ده اجابه غلط. حاجه تو فولز كانت غلط. ليه؟ لان البيور كومباوند از نوت ا ميديسينال بلانت اني مور. انا خدت البلانت استخرجت منه البيور كومباوند ده فما بقاش نبات خالص. طب اديني مثال قبل ما نجمعها، قبل ما نبدأ فيها هجمعهم لك في كلمه كده سهله خالص تفتكرها. هتقول له يا مو دي يا مودي ما تيجي تاكل. ايه يا مو دي ما تيجي تاكل ديت؟ اقول لك واحده واحده كده. مو ديت رقم واحد المر فين، رقم اتنين دي داي جوكسن، رقم ثلاثه تا تاك سول، رقم اربعه كيو كي نين. واحده واحده كده ونفهم. المورفين دوت دي ماده باورفول انالجيسك، واتفقنا مع بعض ان كلمه انالجيسك يعني ايه؟ يعني مسكن قوي جدا. المورفين ده بناخده قبل العمليات القويه جدا عشان يخدرني، فعشان كده الناس بتدمنه. فيقول لك المورفين دوت بيتاخد من نبته اسمها الاوبيوم بوبي، نبات الخشخاش، عشان زي ما هوريه لك شكله دلوقتي شبه الشخشيخه بتاعت الاطفال. واسمه التاني ابو النوم لانه بينيمك منوم. اسمه ايه باللاتيني؟ اسمه بافير سوم نفرم. وانا بقول لك وبغششك ان سوم نفرم جاي من كلمه سوميا. لما اقول لك
انسوميا يعني عدم القدره على النوم او الارق. طب لما اقول لك سوميا يعني بينيمك، يبقى فعلا اسمه ابو النوم، بابافير سومنيفر. طب الدايوكسين عيب بقى لما اقول لك ان الدايوكسين اللي فيه الديجيتال اللي باخده من الديجيتالس يعني حاجه اسمها كونجستيف هارت فيلير، فشل عضله القلب. واول لما تفتكر فشل عضله القلب تعمل ايدك كده على ايدك جامد، ان دي خبطات القلب انها ضعفت. طيب باخدها من نبته اسمها ايه؟ اسمها الفوكس جلوفز، واسمها او اسمها الديجيتالس، واسمها باللاتيني اسمها الديجيتالس سبيشيز. وانت فعلا لما تقول كلمه سبيشيز معناها ان هي ديجيتالسات كتير، ديجيتالس لناتر، ديجيتالس بيبوريه، ديجيتالس لوديه، ديجيتالسات كتير قوي خالص خالص خالص، فبنجمعها ونقول اي ديجيتالس سبيشيز. طيب بالنسبه للتاكسول برضو عيب احنا اتكلمنا عنه، وقلنا ان التاكسول ابو اكس دوت اللي كان فيه اكس كبيره كانت برضو موجوده جنب الدايلوكسين اما قلنا في الاول خالص على المودرن تايمز. التاكسول دوت بناخده من حاجه بيعالج في حاجه اسمها الكانسر. جميل، قلنا ان هو البريست كانسر. طب التاكسول ده كنا بناخده من نبات كان اسمه ايه؟ كان اسمه تاكساس، واتفقنا ان دي البنت كانت بريف، فيبقى اسمه بريفي فوليا. طب والتاكسس بريفوليا ده اسمه بالانجلش ايه؟ عايزك تعرفه كده لنفسك لانه متزود السنه دي، ما كانش موجود السنه اللي فاتت. اسمه باسيفيك يو، اليو اللي بيطلع في المحيط الهادي يبقى باسيفيك يو. طب اخر حاجه الكمين، دي اول مره نسمع عنها. الكمين دوت باخده عشان عايز حاجه اسمها الملاريا. طب الملاريا ديت او الكمين دوت باخده من نبته اسمها ايه؟ اسمها السنكونا. والسنكونا ديت اسمها باللاتيني ايه؟ برضه اسمها سنكونا سبيشيز، عشان في سنكونا سنكونا سبيشيز كتير قوي، شبه سنكونا مثلا للجريانا، سنكونا روبي، سنكونا سنكونات كتير قوي. سنكونا اوفيشيناليس وسنكونات كتير قوي. المهم فعايزك تعرف كده قصه بسيطه خالص 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 وتكون عارفها لنفسك مش اكتر. الكينين كان زمان كان الناس اللي كانوا بيجي لها ملاريا ما كانش ليهم علاج، فكانوا بيطردوهم بره القريه. جاء راجل اتطرد بره القريه وزعلان، راح قعد جنب نهر. النهر ده كان بيطلع جنبه شجره السنكونه. السنكونه كانت بتدلدل جسمها على الميه، فالراجل ده فضل يشرب من الميه يشرب من الميه يشرب من الميه عادي جدا وفضل عايش. قال لك ايه ده ثانيه واحده، يبقى انا كده السنكونه ديت اكيد الميه دي فيها حاجه غلط، يبقى السنكونه كانت بتنزل الماده الفعاله بتاعتها اللي بتعالج الملاريا في الميه دي فانا خفيت. ومن هنا اكتشفوا ان السنكونه او الكينين بيعالج الملاريا. كده احنا خلصنا. وانا عايزك تكون عارف حاجه، ان انا عمال اقول لك امثله كتير من الصيدليه في النص، ليه؟ عشان زي ما قلت لك حضرتك تكون فاميليار بيها، يعني مثلا هتلاقي في اول صفحه في ورق الكورس هتلاقي حضرتك مثلا الهربانه، دواء اسمه هربانه، الهربانه دوت بيتاخد ليه؟ هو متاخد من نبته او نبته قديمه وما زالت بتستخدم لحد دلوقتي اسمها الفينو جريك سيد، بذور الحلبه، واكيد حضرتك وانا وكلنا عارفينها. بذور الحلبه ديت كانوا بيستخدموها القدماء المصريين عشان خاطر الستات اللي لسه حامل او اللي لسه هيولدوا او اللي ولدوا اسف بيرضعوا يعني. طيب انا دلوقتي مفروض ان انا موضوع الحلبه دوت اساسه ايه وهدفه ايه؟ انه يزود اللبن. طب حضرتك لما بتروح اسبوع بيقدموا لك ايه؟ مغد. طيب هو المغد ده اصله ايه؟ اصله حلبه، حلبه وعسل. يبقى حضرتك اصلا بتاخد مغد ليه؟ حاجه مالهاش لازمه. يبقى لما تروح اي اسبوع ما تقول لهم مش عايز مغد، يقول لك واحد في الصيدليه انا عايز شريط هربانه يا دكتور. تقول له مبروك مجالك يا فندم، الف مبروك على الولد الجديد. يقول لك لا لا ثانيه يا فندم، ثانيه يا دكتور، انا ابني لسه ما جاش، مراتي لسه حامل. تقول له لا ثانيه، هو الدكتور كتب لك هربانه عشان تاخدها بعد الحمل ما ينزل، بعد البيبي ما يجي، بعد البيبي ما يشرفنا. انما لو حضرتك خدتها قبل ما البيبي يجي ده في خطر ان البيبي ينزل في صوره اجهاض. يبقى حضرتك عشان صيدلي شاطر وملم بالميديسينال كاتس عرفت تنصحه انه ياجل لمده الاسبوع دوت. يجي دواء تاني مثلا حاططه لك في اول صفحه خالص هتلاقي اسمه الرواكول. الرواكول ده علاج الحصوات. فيجي راجل كده كبير يقول لك يا ابني والله انا دكتور عايز شريط رواكول. تقول له ثانيه يا فندم، هو حضرتك ليه هتاخد شريط؟ طب ما تاخد
علبه كامله بدل ما حضرتك تنزل. ايه ده ثانيه؟ يعني انت كده تقدر تنصح حد انه ياخد علبه بدل شريط بدل ما ينزل كتير وتبان انك دكتور شاطر؟ طبعا. ليه؟ لان حضرتك عارف ان الرقه كل مادته الفعاله جايه من المنتا، من النعناع الفلفلي. فلما بتلاقي ان انت عارف ان هي جايه من نبته ايه، عارف هي بتعالج ايه. حضرتك عرفت ان الرقه كل دوت بيعالج حصوات المراره. فالمريض اللي بيجيله حصوه مراره مره بيفضل ياخد الرقه كل طول حياته، لان جسمه اكثر عرضه انه يتكون حصاوي. فحضرتك بتوفر له نزول، وفي نفس الوقت تقدر تعمل شيفت كويس، فلوس كويسه للصيدليه. ففي كل الحالات انت كسبان. فانت لما تبقى مركز في الماده الفعاله ومركز في النبات وتطبقهم على الادويه اللي هتشوفها في السوق، هتبقى مبسوط جدا في الصيدليه. انا مبسوط ان انا كنت معاكم. ان شاء الله ان شاء الله مواعيد الكورس هنزلها على جروب الواتساب بتاعي وعلى جروب الفيسبوك كمان. فاتمنى ان حضراتكم تكونوا متابعين اول باول، واتمنى ان دي تكون حصه مفيده ليكم. مبسوط اني شفتكم وشكرا.